انا نفسي اوي البس فستان الخطوبة. انتي اثرتي موضوع مهم جدا. اللي هو؟ يعني بالنسبة لفستان الخطوبة مفيش فستان خطوبة عريان. ليه بقى يا كيكو؟ ده هي ليلة واحدة في العمر ما تنكدش عليا يعني. يعني هي عشان ليلة واحدة يعني نعزم عليكي كل الناس؟ ايه التفكير ده؟ صورك بالفستان العريان تبقى على موبايل الاسود ولا ما يسواش؟ تبقى ملعلطة كده على الفيسبوك؟ لا عريان لا. يوه خلاص يا كيكو يا حبيبي اوكي مفيش عريان. انت بتاخديني على قد عقلي يا ريم. هو انا ولا كده ولا معرفش ايه؟ ما قلتش كده ولا معرفش. خلاص ايه ده؟ الله اكبر. خلاص يعني لو مصره تلبسي عريان البسهولي انا بقى. يا ابني اتلم شويه بقى، قليل ادب جدا. يعني ايه قليل ادب؟ انت ممكن تلبسي لي بكم وهيكون لما نتجوز. لا يا كريم بس بقى اللي انت بتقعد تقوله لي ده. ما اصل انت مش فاهمه الموضوع. ايه؟ اصل بتوحشيني وانت معايا. طب يلا نتخطب بقى. يلا. ياه تخيل كده يا كريم معايا اصحابنا اللي بيجوا يسلموا علينا كل يوم عادي يعني، واقفين بقى وفرحانين بينا وبيرقصوا معانا. بجد انا كل ما بتخيل بفرح. متخيلي كمان وانا لابسه فستان الخطوبه اللي مش عريان. اوكي شكلي هيبقى امور قوي على فكره والله بجد. اه بقول لك ايه صحيح، انا عايزه اصور صور الاوفر دي اللي بيصوروها عند الراجل. بيبقوا قافشين فيها قوي يا امي، بيبقوا قافشين كده ليه؟ بس والله بتبقى حلوه. وانا بص بقى في الصور دي ليل ونهار. بعدين بقى لما نتجوز هسيب الصور دي خالص وابص صور الفرح تاني. انت متخيلي بالفستان الابيض؟ يلا نتخطب بقى. اه طبعا يلا نتخطب. بس ازاي؟ ازاي؟ اه ازاي؟ فكري معايا. والله انا اعرف ان اللي عايز يعمل حاجه بيعرف كويس قوي يعملها. جميل. بس يعني اللي بيعوز فستان الخطوبه مثلا بيعمله ولا بيشتريه؟ لا طبعا بيشتريه. بكام؟ كده فهمت. طيب بص، ها احنا ممكن نشتري فستان خطوبه تاجير يكون قوي اللبسه. فك مش هيبان عليه خالص ان هو متاجر. فكره حلوه جدا. بكام؟ يعني ان شاء الله مش هيتعدى ال 4000. ريم انت طالق. ايه؟ انت ممكن بعد ده كله تطلعني؟ انا ممكن اصلا اتجوزك؟ نعم. يا ريم يا حبيبتي، يا ريم يا حبيبتي، انت حلم، حلم كبير قوي. ادعي لي احققه. يا رب يا حبيبي. النهارده. ايه؟ تعالي كده ادعي معايا. يا رب. يا رب. يا رب بشتغل يا رب. يا رب. واكسب فلوس كتير. يا رب. واجيب لك كل اللي نفسك فيه. يا رب يا حبيبي. وابقى جوزك وابقى عيالك. يا رب. عايزه حاجه تاني؟ انت قلت لي الساعه كام؟ الفيلم الهندي. انا لازم انزل. لا الفيلم الهندي مش هينفع. ايه ايه ده كلها 3-4 ساعات اهو. هو ده الفيلم اللي انت قصدك عليه؟ انت شفتيه قبل كده؟ ده تحفه يا ابني، انا حافظاه اكتر من اسمي. انت هتهزر ولا ايه؟ دي روزه حبه رقص مش ممكن عليها. فظاع بصراحه. اه فظاع. بص رمبير كابور بقى القمر. يا لهوي ما تعكسوش بس قدامي. داخل بقى الراجل بيقدم له صاحبته تحت بتقول له ايه؟ حلاوه يا ريت عقلي بس. يعني ايه؟ اللي يعني ايه نونو؟ بقول لك النونو اتقطع والباب اترزع والسترة دارت والقهوة فارت. وبلاك نقلنا على المشهد اللي بعده. يا لهوي ندمانة؟ اه او لا بصي مش عارفة بس هو وحشني قوي. وحشك؟ ده احنا ستات